بلاد العز، بلادنا الحلوة، عزها فيها، في تاريخها، في جمالها، وفي ناسها الطيبين، من شرقها لغربها، لشمالها وجنوبها. من برنامج بلاد العز تحدينا الصعاب وأصرينا على إبراز معالم بلادنا والتفاخر بالتاريخ الليبي التليد من خلال زيارة المدن الليبية وتوثيق جمالها الساحر والمناظر الخلابة. تعرفنا على عادات وتقاليد كل مدينة وكل زهرة من بستان الوطن الكبير، وخضنا في قصص تخفيها مدننا وحضاراتها القديمة وبجودة فنية عالية. ليبيا قارة وليست مجرد دولة. ليبيا بلاد العز. قاموا بإنشائها لهم الاستعمار الإيطالي في قبل 1932، عام 1932 افتتحت هذه القلعة. طبعا الجبال هذه ممتدة لجبال أكاكس. تو عندك من عند أوباري، من 60 على أوباري لعند العوينات فيما قارب فوق من 500 نقش، هذه ما مختلفة. طبعا احنا تو في وسط الصحراء في الـ في الـ في على الحدود بين ليبيا والجزائر. طبعا اخوي ابراهيم قال لنا المكان هذا اسمه مغيدت، والمكان الوادي اللي احنا خشينا منه او في بدايه مغيدت يطلق عليه اسم مغطغط. بعدين لما عرب سموه كهف الجنون، هو يراوي اسمه هو إين دينان. طبعا وادي هذا اسمها وانتكوفي، هذا هو هذا مستكشفين جماعة الرعاة والمتعين البل واللي يرعوا هنا، مستكشفين جديد في السنوات الجديدة هذه. طبعا المدينة هذه فيما سبق كانوا ساكنين فيها ناس من قبيلة أولاد قايد، وغادروا منها ممكن في 1989 للـ61. طبعا سميت قبرعون نتيجة لقبر شخص أو هنا كان تشوف فيه الأمارة ديكا. طبعا المعركة هذه كانت في تاريخ 1957 أيام المملكة الليبية. لما وعيت هنا نجي هنا نلقى جافة من 2007 من هرم إلى هرم، حتى توزيع الأهرامات والله أعلم في السابق يقولون بأن فيه كل توزيعة لها علامة دالة. طبعا هذه هي مدينة جرمة. هذه مدينة جرمة الأثرية. طبعا في السابق كانت تسمى جرمنت انتسابا للحضارة للحضارة الجرمنتية. نعم. حاليا نحن في المدينة الإسلامية طبعا اللي تم فتحها على يد القائد الإسلامي القائد عقبة بن نافع في 669. طبعا المدينة هذه بنيت فوق المدينة مدينة الملوك جرمة. المدينة تعتبر المدينة الثالثة، عليها عدة منازل مبنية. هذا الجامع العتيق طبعا حتى هو يقال إن عمره في حدود 1000 عام أو 900، وانبنى بعد ما جاءت قبائل غات وتفاهمت على إقامة المدينة، انبنى المسجد هو باش يجمع الكل يعني. فهو أقدم جامع في غات حقيقة، جامع العتيق. لكن تم بناء حاجة حديثة في جنب طبعا المسجد. هو الصفوف الأمامية هي القديمة، بعدين أضيفت أشياء أخرى بعدين. طبعاً كما يشاهد المشاهد في الكاميرا، هذا المدخل الرئيسي للمدينة القديمة اللي هو يجي خلفي في الصورة. هذا المدخل الرئيسي المعروف المعهود منذ القدم، وهذا الشارع يعتبر شارع رئيسي تفتح عليه بيوت المنازل كما تشاهدون هنا فيها. بوجودكم في منطقة القعيرات، أي بمعنى النزلة، منطقة القديمة، القرية القديمة. طبعاً هذه نبدو مختصرة على المنطقة القديمة ما تسمى بالنزلة. طبعا يعود سكان هذه طبعا المنطقة اللي يجيب فوق من 50 سنة طبعا من بداية تأسيسها وبنائها بالطوب العادي اللي هو الطين. هذا المسجد اسمه مسجد الزاوية، نسبة إلى الحي اللي تم إنشاءه في باري في المنطقة الغربية، اسم زاوية الشيخ الحسين.